البكالوريا اوها، وان شاء الله بشوفك باعلى المراتب يا رب. طولي بالك نادى، طولي بالك انت الثانيه ما بدك لها الان. لك شلون ما بدك لها الان؟ والله لو ربحانه جائزه راس السنه باليانصيب ما بفرح قد ما الفرحانه هلا. هو معك حقها، البكالوريا صايره كثير صعبه بهالايام وما عم يفوت منها الا كل طويل عمر، ولهالسبب انا فرحانه. افرحي ستي افرحي، شو علي؟ بيطلع عليك. ما قلت لي قديش نجمع علامات لفادي؟ 130 مع عدد دياني. بس شو بس؟ كتر خير الله اللي نجح، اصلا انا متفاجئ بنجاحه. بس بهالصوره ما بيطلع له ولا فرق بالجامعه، يعني مجموع علاماته بالنسبه لمعدلات الجامعه السنه الماضيه ما بتدخله ولا فرق. لا في فروعه امن كثيره بتاخده، هدول ما بيهموا المجموع. على كل حال منيح يلي نجح وما وطى راسنا بالحاره. يقبر قلبي. صحيح نسيت اسالك، مين نجح بالبكالوريا من اولاد الحاره كمان؟ ما في غير دارين، بنجاننا ابو سامر. وقديش جمعت؟ 150 مع عدد دياني. لك بدرسانه، والله طاريه شاطره وما لها سهله. لكن البنت شاطره ومجتهده، درست طول السنه قفلتها بنجاح. لك غسان، بدي اياك تنزل على السوق وتجيب خروف كبيرها مشان نذبحه ونوزعه على الناس. وليش الخروف؟ شو ليش الخروف؟ شو نسيت اني قدرت اذبح خروف وزنه 80 كيلو اذا نجح فادي بالبكالوريا؟ اوف 80 كيلو؟ يعني كثير على نجاح ابننا؟ مو قصة كثير يا عيني، بس نبدي لك خروف وزنه 80 كيلو؟ بتلاقي حبيبي بتلاقي، السوق معبى، بس انت عليك تدور. على عيني، بس ليش اليوم؟ ليش مو بكره مثلا؟ بكره وانا طالع من الدوام بطريق بمرق على السوق بجيبه معي. لا حبيبي هلا الله يخليك. حبيبتي عم اقول لك بكره بأمن لك اياه، ولا يهمك، ليش العجلة؟ غسان انا ندرت اذبح الخروف اول ما بتطلع النتائج. صحيح، انت عيني، والنتائج الرسمية لسه ما طلعت، بدها لبكره الصبح، ولولا معارفي بالوزارة ما كنت قدرت اجيب النتيجة هلا. حبيبي غسان، خلي فرحتي تكتمل الله يخليك، بنزل على السوق هلا واشتري وتعال، وبعد يومين بنجيب اللحام وبنذبحه. بس يا نادي انا هلا تعبان وبدي ارتاح لي شوي. ولما شفت انك ما بتحب تشوفني مبسوطه ومرتاحه، اصلا انت دائما هيك، روح قلبك تنكرزني وتجاكرني. عامل لك بكره لما يكون بعلمك. انا ما عندي استعداد اغضب رب العالمين مشان حضرتك ترتاح، واذا مالك نازل تشتري هلا مو مشكله انا بنزل. حسبي الله ونعم الوكيل منكم انتم النسوان، يعني ما بتهدوا لتعملوا اللي ببالكم انتم. امري لله. هلا بعد الغداء بنزل وبجيب لك اياه. انبسطتي ناديه خانم؟ ايه هيك ها، الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منك يا رب. بدك شيء ثاني؟ لا حبيبي سلامتك، بس وينك لا تنسى. شو خير؟ لازم الخروف يكون وزنه 80 كيلو، اوعى تجيبه اقل من هيك بينكسر ندري ها. تكرمي، بامرك. مرحبا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. مو ما بيلتقى عندكم هيك شيء خروف سمين ومربرب شوي؟ يعني قديش بدك وزنه؟ يعني بحدود 80 كيلو. اوف، وليش مكبره كل الان؟ ندر هيك نادرينه. والله يا اخي هيك خواليف بهالوزن ما عنا، نحن اللي عنا يا دوب بيطلع 35 يا 40 كيلو. شو هالحكي معلم؟ مسلخ وما عندكم طلبي؟ لا والله يا استاذ ما في عنا للاسف. طب هيك خروف وين ممكن لاقي يعني؟ يا خوفي ما تلاقي. لا دخيل عينك لا تقولها، هذا ندر ولازم يتأمن بأي تمن. إذا كانت القصة هيك والله بدك تدوي. يعني ما بتعرف لك شي محل قريب يلتقى فيه خروف وزنه 80 كيلو؟ مبلا بعرف، صوب البادية. شو هالحكي؟ هلا بدي أطرق مشوار من هون للبادية مشان اشتري خروف بهالوزن؟
اصلا هيك خروف ما بتلاقيه غير عند عرب البادي. هذا مو اسمه خروف، هذا اسمه قديش، عفوا كبش. لا حول ولا قوه الا بالله. واذا ما لقيت؟ هي مشكلتك والله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب اخي لا تاخذنا، عذبناك. الله معك. مرق الفشة يا عبد. اهلين غسان، جبت الخروف؟ وين حطيته؟ وين بدي احطه يعني؟ بجيبتي؟ حطيته عند الناطور بالجليلة؟ لا يا ستي، كل الخروف ما جبته. ما جبته؟ ليش بقى؟ لاني دورت كل الشام، برمتها شقفه شقفه لحتى وصلت لدوما وما كنت لاقي خروف وزنه 80 كيلو. شو هالحكي؟ معقول؟ والله هذا اللي صار معي، واذا مالك مصدقه انزلي دوري بذات نفسك. ايه؟ وشو العمل هلا؟ يعني بدك الله يبلينا بشي مصيبه مشان حضرتك ما تدور منيح الخروف؟ لك دورت، دورت بكل الاراني وما كنت لاقي، حتى المسلخ رحت له وما لقيت خروف وزنه 80 كيلو، بقى شو عمل اكثر من هيك؟ ما بعرف، دبر حالك. بدي الخروف يعني بدي الخروف، وبدي اياه مثل ما قدرته بالضبط، بلا تعمل لي مشاكل غسان. هلا بالقفلة طلعت انا صاحب المشاكل؟ لكان معقول تطول الغيبة وترجع لي بالخيبة؟ على كل حال قالوا لي إذا بدك هيك خروف ما بتلاقي إلا عند عرب البادية. حلو كتير، أصبح بكرة بتروح على البادية وبتجيبه معك، شفت ما أحلاك؟ هلا ما بصير حلو إلا لما بلبي لك طلبي؟ لك حبيبي أنا مشان مين عم بطلب هالطلب؟ مو مشان فادي، والله الخروف مو إلي، وما رح آكل منه ولا فرمة وحدة. هذا الخروف للفقرة، مشان الله يوفقنا هالولد ويحميه. تكرم عينك، من بكرة الصبح رح روح على البادية. غيره؟ لك تقبر قلبي ما أحلاك. يعني صحيح أحياناً، يعني أحياناً ها بتغلظ عليك وبعزبك، بس أنا من إلي غيرك عزبه معي. ماشي، على كل فايتنا لي شوي لأنه انكسر ظهري من كتر السواقة. حبيبي غسان؟ أمر. تاخذني معك بكرة على البادية؟ أخذك معي على البادية، إيش جنيتي أنتِ؟ إيش حبيبي شو فيها؟ اعتبرها سيران. لا هذا سيران ها؟ حبيبي الله يخليك، أنا بحياتي ما رحت لهديك القرنة. لك يا حبيبتي اسمعي مني، خليكي قاعدة بالبيت، هذا الشيء ما بيناسبك منو؟ ليش بقى ما بيناسبني؟ لأنه الشوب هنيك بيشوي الفروج وهو عايش، بقى اسمعي مني قعدي ببيتك. ما دخلني، بدي روح معك يعني بدي روح معك ورجلي على رجلك. تصف لي، أنت حرة، أنا علي أنصحك، بس إذا رجعتي بكرة مرضاني لا تلوميني إلي. لا حبيبي، بوعدك إني ما أفتح تمي ولا بكلمة. معناتها فيقيني بكير مشان نمشي قبل ما تحمى الشمس. على عيني وراسي. شو ما بدك تتعشى؟ لا فكري نام هيك بلا عشاء اخف لي. ايه لا حبيبي ما بصير هيك، بدي اعمل لك احلى عشاء لعيونك. هلا انت بس بتغير ثيابك ولبس بيجامتك لبن ما احط الاكل. غسان شايف الرجال يلي هون؟ ايه شايفه. شبه ايه وقف اساله عن بياعين الغنم. ماشي ماشي هلا بقول. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بالربع، هلا هلا بالنشامة. أمر يا أخوي. وين في خواريف للبيع هون؟ شوف يا أخوي، تمشي بالسيارة 10 كيلومتر، بعدين تلاقي على اليمين عمود كهرباء، حد العمود به طريق ترابي، تمشي بالطريق 2 أو 3 كيلومتر تلاقي رعيان عرب الشيخ مزعل، اسألهم وهم يعطونك حاجتك بإذن الله. بس في كتير عواميد كهرباء على الطريق، أنا واحد منهم؟ هو عمود واحد ما به غيره. غسان طلع، هذا باين عليه مو فهمان راسه من رجله، طلع خلصنا. يلا يلا يعطيك العافية أخ. السلام عليكم. مع السلامة. كتر الله خيرك. مع السلامة، الله وياكم. الله وياكم، مع السلامة. ضربكم خضرة، هو عمود واحد ما بي غيره.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا يا أخوي، يا حبيبي، هلا حبيبي، يا هلا حبيبي. وين 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 رايح؟ ودي أسلم على الحرمة يا أخوي. شلون يعني بدك تسلم على الحرمة؟ مثل ما سلمت عليك. لا يا أخي ما بصير، اعتبر سلامك وصير. لك يا أخوي ترى أنا ما أحسبها غير مثل أختي. أخي احسبها شلون ما بدك، خلاص بكفي هيك. تفضلوا تفضلوا يا من العرب، خوما نقوم بالواجب. بارك الله فيك، ما في داعي. ما يصير جيرت على الله، جيرت الله علي غير تتفضلون. اتفضل يا أخوي، اتفضل. اتفضل يا أخوي، ترى ما يصير إلا تتغذون عندنا. ما في داعي يا أخي، كتر الله خيرك. نحن عنا مشوار رجع للشام شي 400 كيلومتر، ولازم نوصل قبل ما تعتم العين. وعويش ترجعون اليوم؟ تباتون عندنا اليوم وبعد شر نرخص لكم وتردون دياركم سالمين غانمين. قلت لك ما في داعي، كتر الله خيرك. سيارتنا معنا ولازم نوصل على بكير بإذن الله. يا أخوي ترى جيرة الله عليك، اثبات عندنا اليوم. ترى إذا الشيخ مزعل شيخ العرب سمع إني بيضيوف وصلوا للمضارب وما خشوا بيته، ترى هو الله يزعل مني ويمكن يذبحني بعد يا أخوي. لا 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 بيذبحك ولا شيء. بعدين انت ما في داعي تقول له انه نحن جينا. والله ما اقدر يا اخوي، ما اقدر. ترى اول ما اوصل لعنده يشم ريحتي ويعرف اني قابلت غرب، ترى والله يذبحني. شو هو لحتى يشم ريحته؟ لا يا خيتي لا، عيب، ما يصير هالشيء. ترى الشيخ مزعل ما يستاهل ينحكى عليه هيك. نحن اسفين يا اخي، مرتي ما بتقصد شيء، بس يا ريت ما ترك علينا كثير بهالموضوع. يعني قاعده ما رح نقعد، غدا ما رح نتغدى، ولازم ننزل على الشام بكير. بقى يا ريت ما ترك علينا مرة تانية وخلينا نحكي بالشي اللي اجينا مشانه ونتيسر. زين زين مثل ما تريدون. او ترى بايش اقدر اخدمك هناني؟ يا سيدي بدنا خروف يكون متغذي منيح ووازن شوي ولحمه طيب. زين يا اخوي زين، ترى انكم وصلتم وطلبكم عندي باذن الله. عن جد؟ يعني عندك خواريف توزن 80 كيلو؟ ايه بي بالثمانين كيلو واكثر بعد. عظيم عظيم كتير. قل لي يا أخوي أنت من أني غنمات تريد؟ تريد من الغنمات الشقر ولا من الغنمات السود؟ ليش شو بتفرق؟ أوه تفرق كثير كثير، بو فرق بو فرق. قصدي يعني بشو؟ يا أخوي الغنمات الشقر أبي يوزن الواحد منها فوق 80 كيلو. أيوة، والغنمات السود؟ والغنمات السود بعد أبي يوزن الواحد منها فوق 80. هلأ خليني أفهم منك منيح، قديش بيطلع وزن الخروف فيهم قلت لي؟ أنا منهن؟ الغنمات السود ولا الغنمات الشقر؟ الغنمات الشقر. يا أخوي بالنسبة للشقر بيع عندي بالثمانين كيلو، وبيع عندي بالواحد وثمانين كيلو، وبيع عندي باثنين وثمانين كيلو، وبيع عندي بالثلاثة وثمانين كيلو، وبيع عندي بالأربعة وثمانين كيلو، وبيع عندي بعد إشي بالخمسة وثمانين كيلو، وبيع عندي إشي بالستة وثمانين كيلو، وبيع عندي بالسبعة وثمانين كيلو، وبيع عندي بالسبعة. فهمت فهمت. المهم هلأ كل الغنمات عندك وزنهم فوق 80 كيلو مو هيك؟ أي أخوي كلهم فوق 80 كيلو، وهذول بالنسبة للغنمات الشقر. والغنمات السود؟ والسود بي عندي شي بالثمانين كيلو، وبي عندي شي بالواحد وثمانين كيلو، وبي عندي بالاثنين وثمانين كيلو. لا عيا ان شاء الله حاجة بقى نفخت قلبنا. لويش تتكلمين بهالشكل يا حرمة؟ أنا قاعد أدلكم شو بي عندي. هلأ المهم شو بدنا بكل هالحكي؟ أنت قلت لنا إنه كل الخواريف اللي عندك وزنهم فوق 80 كيلو مو هيك؟ لا يا أخوي مش كل الغنم يلي عندي فوق 80 كيلو، بي عندي أقل من 80 كيلو. قديش يعني؟ يا سيدي عندي غنم بالتسعة وسبعين كيلو، وإشي بالثمانة وسبعين كيلو، وبي عندي إشي بالسبعة وسبعين كيلو، وبي عندي إشي. شبك أنت؟ شبك؟ شو مولف توليف أنت؟ والله هلكتنا العمى. فهمنا يا أخي فهمنا. يا أخوي ليش قاعد تتعصب علي أنت؟ أنا قاعد أدلكم شو بي عندي غنم، لجل تختارون غرضكم زين. بدي خروف يكون وزنه 80 كيلو. من عيوني الثنتين، ومن أنو تريد أنطيك إياه؟ من الشقر ولا من السود؟ من السود، من السود. عطيني يا أسود، أنا بحب اللون الأسود كتير. تكرم عيونك، من عيني هذي قبل هذي. بس يا أخوي تسمح لي أحكي كلمة؟ تفضل أحكي. ترى الغنمات السود الشاربات من ساقيت المزاليف. ولك عطيني اياه بقى وخلصني ان شاء الله يكون شربان من قليط. لك شو عطيني اياه؟ بركي هالساقية ساقية مجاري.
شفت؟ والله إن حرمتك تفهم. والغنمات الشر من وين شربانين؟ والغنمات الشجر بعد شاربات من ساقيه المزليف. ما بو فرق، ما بو فرق. قلبي شبك حبيبي، شبك؟ ما بعرف، ما بعرف. لا نفسي، قلبي عم يوجع. كان مرتفع ضغطي شوي وقلبي صار عم يوجعني صدري. بالظاهر تعبت من السفر يا اخوي. ايش رايك نروح يم العرب وتتغذى هناك ونكمل حكي؟ ولك ان شاء الله السم الهاري اللي يكرت مصارينك كرت، ولك رح تروح لي الجوازه من ورا تنحتك. حبيبي حبيبي تقبرني، بشو حاسس؟ ما في شيء، بس حاسس حالي عطشان شوي، بس بدي شويه مي اشرب. الله يخليكم. في عندك مي هون؟ لا والله يا خيتي، ما بو مي. يعني قبل ما تجون بشوي خلصت الزواده يلي كانت معاي، بس اذا كان ودكم اروح اجيب لكم كازوز وارجع. ليش في كازوز هون؟ اي بكل شيء. هان تشرب كازوز حبيبي؟ بشرب اي شيء، بس شيء بالريف. يلا يخليكم. بعيد بياع الكازوز عن هون؟ لا ما هو بعيد، قريب. يعني قديه بدك لتروح وترجع؟ يعني اذا رحت هالحين ارجع باشر الصبح باذن الله. دخيل ربكم، دخيلكم راح يشطني هالبني ادم. حبيبي ان شاء الله طول بالك، مشان الله سامحني. والله لو بعرف بده يصير هيك ما كنت عزبتك معي. ولك انت هلا قل لي انت شو بتعبد؟ استغفر الله العظيم، اني بعبد الله عز وجل. ولك كرمال الله يلي بتعبده، اعطينا خروف وخلينا ننقلع. والله يلي بيسمعك تحجين معي بهالطريقه يقول اني ما ودي ابيعكن. انا هان يا خيتي لاجل ابيع ابيع. طيب بيعنا وخلصنا. شنو بيعك؟ لك اخي خروف، غنمه، معزايه، نعجل، اي شيء. طيب من انو تريدين انت؟ من الغنمات الشجر ولا من الغنمات السود؟ ولك ما بتفرق، حي الله، خلصنا بقى. ولك جننتنا. لا يا خيتي تفرق، تفرق كثير. بو فرق، بو فرق. ولك بايش بتفرق؟ انتي من انو تبين؟ اعطينا من الشقر وخلينا نمشي. زين يا خيتي، انا دالحين انطيتي غنمه من الغنمات الشقر، بس ترى يكون بمعلومك انه الغنمات الشقر للشيخ مزعل. ليش مو للبيع هدول؟ كيف مو للبيع؟ للبيع لعد لويش نحن قاعدين نربيهن. لكن ليش عم بتقلي هدول للشيخ مزعل؟ أريدك تعلمين بس. لكن السود لمين؟ والسود بعد للشيخ مزعل. ما بو فرق، ما بو فرق. حبيبي سلامتك يا عمري، سلامتك. نادي لحيني رح اموت. يا عمري لك إلهي ينتقم منك ولا يوفقك ويملك بمرض تعجز عنه الأطباء يا حق. حبيبي بعد الشر عنك، إن شاء الله أنا ولا أنت. قلبي. ولك انت شو ما بتفهم؟ ما بتشعر؟ لك ما بتحس؟ جوجة جوزتك انت. لويش يا خيتي؟ ولك شو لويش؟ يخرب بيتك اذا شفت ازدخ منك. بسيطة بس الحق علي، يعني اللي قاعد انصحك. اخي لا تساعدنا ولا تنصحنا، نحنا ما منحب حدا يساعدنا وما منحب حدا ينصحنا. فاعطينا خروف وخلينا منضرب على ابن العمة بقلبك. زين يا خيتي زين، لا تتعصبين. انا الحين ودي انطيك شي اللي ودك اياه. أنا الحين أنطيتي خروف من الغنمات السود، لأن الغنمات السود صوفهم ناعم مثل الحرير، وترى للصيف والشتاء ينفعون. بالشتاء يدفون وبالصيف يرطبون. كنديشن يعني، كنديشن. والشقر شبهون؟ والشقر بعد صوفهم ناعم وحرير. ما بو فرق، ما بو فرق. اي لحقيني يا نادية، روحي رح تطلع. غسان شبك حبيبي؟ بشو حاسس؟ قلي. ما نادي لحيني، ان شاء الله رح اموت. يا عمري سلامتك غسان. لك يا غسان، دخيلك يا ربي دخيلك. ندرا علي خروف 90 كيلو زومت لي جوزي بالسلامه.